بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع مرور السنين الطويلة الدعوة إلى الله والتعامل مع الناس وجدت مسألة مهمة دائما الشباب دائما الناس يسألوا عنها، كيف تكون أخلاقي حلوة، كيف تكون أخلاقي طيبة، كيف أتخلق بالأخلاق الحسنة. المسألة هذه وجدت لها قاعدتين مهمتين، لو أن الإنسان فهم هذه القواعد وعمل عليها واستطاع أنه يركز فيها يتأكد تماما أنه سيجد أخلاقه تتحسن مباشرة شيء فشيء شيء فشيء. كان في قصة يذكروها لواحد من الصالحين أنه كان يمشي مع مجموعة من أصحابه في الطريق، مروا تحت بيت فواحدة من النساء من البيت كان معها شيء من الرماد في تنور، فرمت الرماد وقع على هذا الشيخ، فلما وقع الرماد عليه تفاجأ بالرماد خر ساجد على الأرض لله سبحانه وتعالى. الناس استغربوا الذي عنده، إيش يعمل هذا الرجال؟ فلما رفع من السجود قالوا ليش سجد؟ قال عبد، هذه الكلمة ركزوا معي فيها، عبد استحق النار فصالحه الله بالرماد، ألا يسجد لله شكر؟ يعني الرجال أحس بمعنى بينه وبين الله، الآن لا هو مع الرماد ولا ما هو مع الناس اللي رموا على الرماد ولا الناس اللي حوله التلاميذ اللي جالسين يشوفوه، همه كله وقلبه كله مع الله سبحانه وتعالى في علاه. لهذا القاعدة الأولى التي نجعلها في الأخلاق، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به رب الناس، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به رب الناس، هذه القاعدة الأولى الأساسية. يعني لو فلان هذا أجرم في حقك وأنت تستطيع أن تؤذيه، لكن قلت أنا قد أجرمت في حق ربي، قد قصرت في حق ربي، عسى أنني إذا أحسنت إلى فلان وسامحته يسامحني ربي سبحانه وتعالى، أن الله قال جزاء وفاقا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خلينا يا أخي أسامح هذا عسى الله يسامحني، خلينا أعطي هذا الإنسان صدقة عسى الله يعطيني، خليني أغض الطرف عن فلان عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ويمحو ما في صحيفتي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس. يا شباب أتمنى أن الواحد يدرب نفسه على مهارة أن يجعل نفسه في مكان الثاني دائما، أي موقف من المواقف بس لحظات، حط نفسك في مواقف في موقف الأخ الثاني. يعني لو كان فلان أخطأ في حقك، حط نفسك في مكان لو كنت أنت الذي أخطأت وهذا الآن الذي في يده القدرة. فلان أخر معاملة من معاملاتك أو أساء إليك في إساءة، حط نفسك لو أنت الذي كنت في مكانه وهو في مكانك، كيف كنت تحب أن يتعامل معك هذا الإنسان؟ لو تمكنت هذه القاعدة صدقوني سترون عجائب كثيرة في التغيير في طريقة التعامل مع الناس، والأخلاق الحسنة تتنمى 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 عندنا. فنجعل الله نصب أعيننا دائما نعامل الناس كما نحب أن يعاملنا رب الناس، نستر لنستر، نعطي لنعطى، نكرم لنكرم، نصفح ليصفح علينا، كذلك نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعامل معنا الناس، حتى نكون دائما محسنين، دائما مكرمين، دائما فضلاء، دائما بيض الوجوه في جميع أحوالنا. تأكدوا القاعدتين هذه قواعد عظيمة جربتها وهي عصارة خبرة سنين إن شاء الله تعالى نستفيد وتستفيدوا منها إن شاء الله تعالى.